لا أعوذ بالله. خلاص أي حاجة. قد فعلا كده 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 فتافيت. فتافيت السكر. شو فلافل عندكم بال عندكم فلافل؟ شو يعني فلافل؟ ساندويتش فلافل؟ شو نفس الطعمين بس مو تركيبه مثل يعني. حلو تاكليها كتير طيبة، كتير كتير. بحطوا الحلا ما بحطوا معاه شيء؟ في انواع يحطوا حمص او مايونيز او طحينه مثلا، بس هي اطيب شيء بالحمص. حمص مسبحه يعني، فلافل 4 5 اقراص، طبعا الخبز المشروح، الخبز الصاج. بتعرفي الخبز الصاج؟ سمع به. وين اكلناه مره، اكلناه لما كنت تعبانه لما رحنا على ال شفتي. هذا هو خبز صاج، حمص، فلافل. لا دقيقة، ريلاكس بلا ما تقطعي. بشو هي؟ بس هم 4 5 راس فلافل، بندورة، مخلل خيار اللي باكله قلت انا بالمطعم، ليمون، ترانشات ليمون، لبن مع طحينة وثوم، هالشي كله؟ ملح وسماء. اف اف ذكرتيني فيها الأكلة. تاكلها كتير؟ أنا بحبها كتير، كنت بحبها كتير بس ما لدرجة ما قدرت، كنت كل 6 7 شهور أكلها مرة. بتخن؟ كلها زيت. مش هيك طيبة؟ بس طيبة طيبة طيبة، أكلة أكلة. إذا أكلتيها مرة ما فيك ما تاكليها كم مرة. معقول ما عندكم منا في سوريين فوق المغرب؟ استغرب أنا. ما في لبنانيين بناكل طبخهم كثير بس سوريين لا. اللبنانيين عنده نفس الشيء، نفس الفلافل تبعهم بيطلع. ما حلو فلافل لبنان. نفسها. نفسي ما يكون حلو، غريب. في كازابلانكا وعندنا في مراكش أكثر من مطعم لبناني، أصحابهم لبنانيين. بنروح بناكل هاي المزات. أنت صاحب مطعم تبعكم مين؟ لبناني؟ لكان مغربي؟ منين؟ باكستاني عايش بلجيكا. عم تيجي خالتك وجوز خالتك شبههم؟ خالك أو خالتك؟ ما فهمت. تي هنا بوس مين؟ ما فهمت. من ليلة قلت لك مين هنا؟ شكون من هنا؟ خالك؟ هو باكستاني؟ بس خالتك هو؟ أي وحدة؟ عندك ما تي عندك خالد بلجيكا؟ بعيش بلجيكا وفرنسا وبارتو اللي فيهم الاثنين، الحدود بين هيك وهيك. سمعتي لأول مرة بسمع راسي. كثير قصة عم تخبرين عليها حياتي. يعني ما شايفة يعني تستاهل، يعني ما في داعي، يعني مو it's not important يعني زوج خالتي. المهم انه من العيلة وخلص. منيح؟ باكستاني؟ مسلم. هاي باكستان كلها مسلمين. كان معي واحد من باكستان اسمه جاويد. يا مضحك على هاي بتوخ دختي. اما كانت توقع عملت شعرها تحت قلت مدخلين هدايا هنا كتير كتير ورد كتير ورد كتير ورد كتير ورد كتير منيح. قلت لها مين؟ قلت لي ما خلوني اشوف. عطشوا نفس شعرها تعالوا. مين كان معها تحت لها؟ كانت امك طونتري موندا وفاطمة وأم على بن مغيت عملوا شعرهم وطلع. ليش عم يقولون يا هلا شو الفكرة؟ شو حياتي؟ عشان إبراهيم يعني؟ بطلع لأن عندهم الفرق
في الشعب. فلون. أم أكيد أسبوع جاي راح يعملوا سبا لإلهم، أسبوع جاي راح تطلع ملك ومهدي، الأسبوع الجاي مين كمان مطلع؟ شو كمان مين عنده هدية؟ أنا عندي هدية. أما بدموغيتنا.